بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. انا عاملة لكم فيديو سريع كده ومختلف وخفيف، يمكن تضحكوا عليا فيه، بس انا حبيت اشارككم اللحظة دي. طبعا انتوا استغربوا ايه الطبق اللي قدامكم ده من غير مقادير ولا اي حاجة. ده ايد بنتي نودي حبيبتي نادين، دي في تانية ثانوي. نادين برضه في اولى ثانوي، مش عارفه معلقه معايا ليه تانيه ثانوي، هي في اولى ثانوي ان شاء الله، يمكن ينططوكي تانيه ثانوي مره واحده كده. هي سهتني وقالت لي يا ماما انا هعمل ايه الفطاير، انا هعمل الفطاير اللي هي ايه بالجبنه البيضة اللي انت نزلتيها على نزلتيها فيديو بتاعك. ايه بصور عليه ماشي. قلت لها ايه خلاص ماشي. انا توقعت بقى ان هي هتجيب لي طبق محروق وفطاير ما يعلم بها الا ربنا. بصوا شايفين الفطاير شكلها عامل ازاي، شايفين حلاوتها، اقسم بالله العظيم عاملاها احسن ما انا عاملاها. ايه انتي روشتيني في الفيديو، هو بيصور ولا مش بيصور؟ يلا يا نونو نودي حبيبتي، يلا قولي لحبايبنا كلنا واصدقائنا واصحابك واصحاب اخواتك وكل البنانات اللي بيتفرجوا عشان يتشجعوا ويخشوا يعملوا ايه الفطاير دي. عملتي المقادير ازاي؟ بيضه وملح وفلفل و معلقة بيكنج باودر وكوباية دقيق وربع كوباية زيت بس كده، ورحتي خلطتيهم وحطيتيهم على البقدونس. والبقدونس خلطتهم وحطيتيهم في ال ماما ساعدتك ولا حاجة؟ لا اقسم بالله انا ما ساعدتها في حاجة، بس علشان يبقى حلفاني صادق هي جت وريتاني بعد ما حطت المكونات كلها مظبوطة كده يا ماما، قلت لها ايه تمام. ودخلت عملتها وجت دوقتاني تحفه تحفه. اللي شجعني ان انا اعمل لها الفيديو ده ان انا دقتها هي عماله تاكل فيها ايه ان انا دقتها وعجبتني قوي. فبقول للحبايب كلهم وبقول لكل البنات الصغيرين يلا اتفرجوا على فيديوهات ام باسل وخش اعملوا احسن حاجات واحلى اكل وفاجئوا ماما بيه وريحوا ماما شويه من وقفه المطبخ. وهوعدكم ان انا هعمل لكم كل حاجه سريعه وخفيفه وسهله عشان تعملوها على طول. كان معاكم النهارده نادين وام باسل من قناه ام باسل. يا رب يعجبكم الفيديو ده ويكون فيديو ترفيهي. مستنياكم تعملوا لي لايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل لحظه بلحظه بتحصل لي ان شاء الله هبقى ايه معاكم فيها ونبقى مع بعضنا كلنا بقينا اسره واحده كده. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.